من هنا تتكون هذه، تتكون من ناس يعرفهم الشعب والشعب داير فيهم ثقة. هاد الناس هادو يقدروا يكونوا من الطلبة، يقدروا يكونوا من الناس تاع البطالين تاع الاستاد، هما اللي شعلوا هذا الحراك هذا، يقدروا يكونوا من الأساتذة تاع الجامعات، يقدروا يكونوا من كاع أطياف أطياف تاع المجتمع تاعنا، يقدروا يكونوا من يقدروا يكونوا من اللي زافوك الأحرار اللي خرجوا، يقدروا يكونوا من القضاة القراء الأحرار اللي خرجوا. المهم الشعب يعرف عنده ناس اللي يدير فيهم ثقة. الناس يقدروا يكونوا من الأعيان، المهم يكونوا الشعب اللي يدير فيهم ثقة. الشعب يعرف المليح ويعرف الدوني في كل منطقة من مناطق الوطن، وهذه هي. وبالنسبة للحوار، الحوار اللي قالوا لنا لازم نبداو الحوار، حنا كاع رانا موافقين على الحوار، ولكن الحوار باش يبدا لازم لنا ثقة، وباش يعطونا ثقة لازم لنا ضمانات. من بين الضمانات هي ما يضيقوناش على النشاطاء. لو دخلينا نهضروا بطريقة نفهموا الغاشي بطريقة. لازم يطلقوا لنا النشطاء السياسيين هذو اللي راهم محاكمينهم في الحباس. الناس راهم من التسعينات عندهم 20 او 25 سنة، ولازم ما يضيقوناش على الناس اللي راهي تنشط في الحركة هذا. بالنسبة ثاني اللي بالحاج مسكين، راهم ما يخلوش يصلي، هذا مواطن ما يخلوش يصلي، ما يخلوش يخرج، ما يخلوش يحضر جنازة. هذه حقرة خوتي. شو معناتها؟ معناتها النظام مازال ما تبدلش، النظام مازال ما تبدلش خوتي. الهدف تاعها الثورة رايحة تحقق الأهداف تاعها، لازم الشعب يبقى ثابت. من بين الشروط تاع الحوار خوتي لازم يحرروا الإعلام، الإعلام راه يخدم في جهة واحدة، راه يخدم واش يقول النظام. رايح واش يقول النظام، انت ماذا بك تشعل التلفزيون تصيب راي والراي الاخر، تصيب كحله وتصيب بيضه، ما تصيبهاش كحله ديرك وما تصيبهاش بيضه ديرك. زيد لسان تاع الاطباق لا حول ولا قوه الا بالله.